يمكن أن تصرف أي عبادة إلا لله، لا نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله. خنوم عبادة وبغفاشة على حشوان فجاء زمي خفاشة أم عبادة على حشوان فجاء. كل من صرف شيئا من العبادة عبادة واحدة لو صرفت لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. زقورم عبادة قور على حشوان نمش زقورم خي غفاشة ما أرى الشرك خجر. لكن لابد أن نحذر من أننا نكفر الناس، نحن لا نحكم على الأشخاص، نحن فقط نحذر من الشرك ونحذر الناس من الشرك، أما أن نحكم على الأشخاص نقول فلان كافر هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء. أود شتمي دد وسقن هوي تسخر مسمر جور خواش جت وجت انر دق تيش تسخر شركم شتخمانو شركم خامحانو ديطلانر أو مر كافرش مر كافر خواجتنو أبزش تخمان خويش. نخاف على أنفسنا وكذلك نخاف على أهلنا على إخواننا. ديش حم دخوا ساقن خوي دخوا شنان خوي دي أهلهم دي نبجاوهم دخوا شنان خوي.